رئيس جهة فاسي كناس، رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، حضرات السيدات والسادة المسؤولون القضائيون بمحاكم الظاهرة القضائية بمكناس، حضرات السيدات والسادة المستشارون ونواب وكيل العام الملك والقضاة ونواب وكلاء الملك وجميع عطر وموظفي مصالح كتابة الربط وكتابات النيابة العامة بالدائرة القضائية، السيدان والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي بمكناس، حضرات السيدات السادة وأصحاب المجالس الجهوية لهيئة المنتقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجم والنسخ، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام والصحافة والمجتمع المدني والحقوقي. سعيد جدا أن أمثل لأول مرة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس في هذا اليوم المبارك الذي تحضر فيه معنا أهرامات قضائية وقانونية للإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2022 كتقليد راسخ من تقاليد السلطة القضائية المستقلة ببلادنا وأعرافها المتميزة، في ظل الرعاية المولوية السامية والمتواصلة لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية جلالة الملك محمد السادس زمله النصر والتمكين. إنها مناسبة قيمة ومتميزة تحمل دلالات عميقة في ظل سلطة قضائية تواصل بثبات إرساء بنيتها الهيكلية والتنظيمية. ارتقت فيها النيابة العامة إلى مؤسسة دستورية مستقلة برئاسة مستقلة عن الجهاز التنفيذي. وكان لها الدستور والقانون مهام الدفاع عن الحق العام والدور عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف كنهج لاستكمال بناء دولة الحق والقانون والقائمة على صيانة حقوق وحريات المواطن السامي لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة السنة القضائية المنصرمة، وفرصة سانحة لعرض محاور برنامج العمل المستقبلي لهذه النيابة العامة خلال السنة القضائية الحالية برؤية استراتيجية تضع مخططا وبرنامج عمل بآليات حديثة للتنفيذ وأهداف واضحة بمؤشرات للإنجاز قابلة للقياس والتقييم في إطار تدبير الدوخات بكل حماية الحقوق والحريات بالقانون وبشكل ويجمع على مواصلة المجهودات التي بذلها سلفي فضيلة الدكتور رشيد تشفيق للاستمرار في تحقيق نفس النتائج المشرفة التي باتتها له النيابة العامة تحققها على مدار المدة التي قضاها على رأسها، والسهر على معالجة الإشكالات المطروحة والصعوبات التي تعرقل حسن سير النيابة العامة، وذلك باعتماد برنامج شفافة وشافية بعيدا عن كل تردد قد يولد الشك، ترسيخا لما يجب أن يتصف به قضاة النيابة العامة من شجاعة وثقة وحدثة. فقد ارتفع من 25,337 قضية عند نهاية يلاحظ ارتفاع للقضايا المدنية التي تشكل نسبة 53.44% من مجموع القضايا الرائجة، حيث بلغت 80,627 ملف 53%، إذ عددها لا يتجاوز 70,230 ملف. وأما القضايا المسجلة فقد شكلت أيضا القضايا المدنية نسبة 53.50% من مجموع القضايا المسجلة، حيث بلغت استئنافية بمكناس خلال سنة 2021 مقارنة مع سنة 2020 يمكن استخلاص ما يلي:
أن مجموع ما تم تسجيله خلال سنة 2021 بلغ 125,529 ميرز، مما شكل ارتفاعا بنسبة 28.76% مقارنة بما سجل خلال سنة 2020 من ملفات بلغ 97,491 ميرز. المجموع العام للملفات المحكومة خلال سنة 2021 بلغ 121,772 ملف مقابل 97,921 ملف خلال سنة 2020، مشكلا بذلك زيادة بنسبة 24.36%. وتخلف عند نهاية سنة 2021 ما مجموعه 28,949 ملف مقابل 25,337 ملف عند نهاية سنة 2020، مشكلا بذلك ارتفاعا بنسبة 14.26%، ولعل رد ذلك إلى ارتفاع القضايا المسجلة. سجل المجموع العام للقضايا المحكومة خلال سنة 2021 متوسطا شهريا يقدر ب 10,148 ملف، بينما عرض المجموع العام للملفات المسجلة متوسطا شهريا يقارب 10,461 ملف. أما على مستوى نشاط القضايا المدنية بمحاكم الدائرة الاستئنافية بمكناس، فقد عرفت الملفات المدنية المسجلة خلال سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 35.78%، ارتفاعا بنسبة 38.76% مقارنة بالمحكوم خلال سنة 2020، بينما شهدت الملفات المدنية المخلفة عند نهاية سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 6.42% مقارنة بالمدنية المحكومة خلال سنة 2020.